ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله هناخد درس في عمليات الضرب، وحتكون عملية ضرب عدد في رقمين. كما من قبل حتتوزع إلى مجموعات، كل مجموعة تكتب اسم مجموعتها وتاريخ اليوم وتكتب أسماء أفراد المجموعة. المجموعة الأولى، المجموعة الثانية، المجموعة الثالثة، المجموعة الرابعة، المجموعة الخامسة، المجموعة السادسة، المجموعة السابعة. اكتب اليوم والتاريخ واسم مجموعتك واكتب أسماء أفراد المجموعة. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. اليوم سنتعلم ضرب عدد في رقمين يتكون من رقمين. هقوم بتوزيع عيدان المثلجات وحنختار من مجموعاتكم الأرقام حسب توزع. عندما أنادي عليك بالرقم تكون مستعد للإجابة، مستعد للإجابة. كل طالب يحصل على رقم. الآن عندنا مراجعة سريعة لعمليات الضرب. رقم 9 3 ضرب 7 21. بارك الله فيك. أيوه استحق عندنا ناخذ عدد، ناخذ زميل آخر. هنختار الآن زميل آخر رقم 15 قف 6 ضرب 5 بارك الله فيك. أيوه استحق نجمة. رقم 25 نعم 9 ضرب 8 قف 72 بارك الله فيك. حيو يستحق زميلكم نجمة. نبدأ الآن بضرب عددين، كل عدد يتكون من رقمين. هناخذ المثال التالي. (13 ضرب 54) حنستخدم عملية الضرب العمودية. (13 ضرب 54) كما تلاحظون عندنا الآحاد تحتها الآحاد والعشرات تحتها العشرات. الآن حنختار من متعدد، حنستخدم دوائر المغناطيس في اختيارات مجموعات الطلاب.
عندنا الأعداد 5 10 15 4 8 6 عندنا عمليات الإجابة 12 5 باليد 1 15 عندنا إشارات الضرب إشارات الجمع إشارات الناقص هكذا. الآن نبدأ بالمجموعة الأولى قبل الإجابة تبدأون بالتشاور ثم تجيبون. لماذا نبدأ عملية الضرب؟ المجموعة الأولى تشاوروا قبل البدء بالإجابة، تشاور أول. انتهت؟ أجب؟ 4 ضرب 3. بارك الله فيك، أخرج الشلي على 4 ضرب 3 بالمغناطيس. نعم 4 ضرب 3، بارك الله فيك، تستحق نجمة. أي زميلكم؟ مجموعة 2 نكمل عملية الضرب 4 ضرب 3 تشاوروا قبل الإجابة. أجب 12. بارك الله فيك، أخرج أشر على إجابتك بالمغناطيس. نعم تستحق نجمة، حيوا زميلكم. أجاب زميلكم الإجابة 12، الآن نتعرف على كيفية كتابة العدد 12، نختار المجموعة رقم 3، تشاوروا وابدأوا، ابدأ بالتشاور، ابدأ بالتشاور. انتهت المدة، أجب. الأسفل واحد بالأعلى، حيوا زميلكم. عبد الله اختار لي من الدوائر ماذا حنكتب؟ أشر على إجابتك. المغناطيس. نعم بارك الله فيك. طبعا. هكذا 4 ضرب 3 12 نكتبها هكذا 2 بالأسفل 1 باليد بالأعلى 2 بالأسفل 1 بالأعلى. الآن مجموعة 6 ما هي العملية التالية؟ تشاوروا. انتهى الوقت. أجب 4 ضرب 1. بارك الله فيك، أخرج وأشر إلى عملية الضرب. حمزة 4 ضرب 1 كم؟ 4. والإجابة في المجموعة اللي هي يعني 4. تفضل تستحق نجمة، حيوا زميلكم. أجاب زميلكم 4 ضرب 1 تساوي 4. كيف حنكتب 4 مجموعة 5؟ تشاوروا. أجب 4. الإجابة خاطئة، أعيدوا التشاور مرة أخرى. أجل 5. لماذا؟ 4 ضرب
نعم. أربعة ضرب واحد أربعة، باليد واحد خمسة. حيوا زميلكم. الإجابة خمسة. الآن نريد أن نكمل عملية الضرب. مجموعة السابعة، كيف نكمل عملية الضرب؟ تشاور. انتهى الوقت. نعم. كمل خمسة ضرب ثلاثة. خمسة ضرب ثلاثة. اخرج. اشر عليها بالمغناطيس. خمسة ضرب ثلاثة. بارك الله فيك. حيوا زميلكم. مجموعة أربعة. خمسة ضرب ثلاثة. ابدأ بالتشاور. نعم. الجواب 15. بارك الله فيك، تستحق نجمة. حيوا زميلكم. اخرج يوسف. اخرج اشرلي على إجابة زميلك. حيوا زميلكم. المجموعة الثانية، كيف نكتب العدد 15؟ تشاوروا. هلوا اسماعيل. 15. كيف حنكتب 15؟ مع بعض. الإجابة خاطئة. تشاور مرة أخرى. تلوى. خمسة باليد واحد. بارك الله فيك. أيديكم. يستحق نجم. الشلي على خمسة باليد واحد. نعم، خمسة باليد واحد. بارك الله فيكم جميعا. إذا تكون الإجابة خمسة باليد واحد. باليد واحد الأعلى. الآن أكمل المجموعة السادسة. أكمل عملية الضرب. تشاور. انتهى الوقت. خمسة ضرب واحد يساوي خمسة. بارك الله فيك. يستحق زميلكم نجمة. حيوا. الآن ذكر زميلكم خمسة ضرب واحد خمسة. كيف حنكتبها يا مجموعة السابعة؟ تشاوروا. أيوة انتهى الوقت. فلاح. خمسة ضرب واحد خمسة باليد واحد ستة. نعم، بارك الله فيك. حيوا زميلكم.
نعم ستة. ماذا نفعل الآن؟ رقم ستة. قف. ماذا نعمل الآن؟ نضع الصفر تحت، نضع الصفر تحت الاثنان ونضع علامة زائد. نعم بارك الله فيك. حيوا زميلكم. نضع صفر تحت أسفل الاثنين ثم نضع إشارة الزائد ونقوم بعملية الجمع. عملية الجمع. رقم 11. رقم 11. قف. قف. ماذا نعمل الآن؟ ننزل صفر. يساوي؟ اثنين. بارك الله فيك. حي زميلكم. استحق نجمة. رقم 17. عجب. 5 زائد 5 يساوي 10. صفر باليد واحد. ممتاز بارك الله فيك. مثل ما ذكر زميلكم صفر وباليد واحد. رقم 4. قف اكمل. 5 و10 7. 7 1 زائد 6 7. بارك الله فيك. حيوا زميلكم. رقم 26. لا رقم 26. 26. اقرا لي العدد. الجواب 702. 702. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حي زميلكم. استحق نجمة. استحق نجمة. الان سيتم توزيع ورقة عمل على المجموعات. تكتب كل مجموعة اسمها وتاريخها وتبدأ في عملية الضرب بطريقة جماعية. أريد عمل تعاوني. أريد عمل جماعي. ورقة واحدة لكم كلكم. اكتب الاسم، اكتب التاريخ، اسم مجموعتك. عندكم ثلاث دقائق. ثلاث دقائق. كلهم مع بعض، مو واحد. مع بعض. لا لا لا، انزل مكانك. إذا انتهيت أقلب الورقة. انتهى الوقت. ضع القلم. ضع القلم. انتهى الوقت. ضع القلم. ضع القلم. الجميع ضع القلم. الجميع ضع القلم. الآن نختار المجموعة واحد. هناخذ إجابة مجموعة واحد. أخرج. Thank you.
تستخدم المغناطيس وعلق ورقتك. اقرأ لي اجابته. 1170. من عنده اعتراض؟ من يعترض على هذه الاجابه؟ 1170. هل في احد عنده اعتراض؟ لا. مجموعة ثانية؟ لا. ثالثة؟ لا. الرابعة؟ لا. خامسة؟ لا. سادسة؟ لا. سابعة؟ لا. أي زميلكم؟ هكذا إذا تعلمنا عملية ضرب عددين، كل عدد يتكون من رقمين، وحليتوا إجاباتكم كلها سليمة. الآن حنفتح على كتاب التمارين صفحة 24، نفتح كتاب التمارين صفحة 24، نحل سؤال واحد وسؤال اثنين، ابدأ الآن. كل طالب يعمل لوحده. ابدأ حل سؤال واحد واثنين. ابدأ حل سؤال واحد واثنين. ابدأ يا عزام. ابدأ الحل. بداية طيبة. إجابتك طيبة. في نهاية الدرس نرى أي المجموعات أكثر نجوم؟ كم عدد نجوماتكم؟ أربعة. أربعة. في أحد أكثر؟ إذا زملائكم مجموعة رقم 7 أكثر نجوم، يستحقون تكريم وثناء. تفضل. بطاقة مستوى التمرين. تحية كبيرة لهم. مع نهاية الحصة نجمع الكتب لكي نصحح إجاباتكم في وقت آخر إن شاء الله، وشكراً.